مرة تانية صباح الخير ونبدأ جولة سريعة في أهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. نبدأ جولتنا الصحفية من جريدة اليوم السابع. الرئاسة السيسي يزور دولة الكويت رسميا في 5 يناير. أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي عن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة دولة الكويت الشقيقة يوم 5 يناير المقبل. من المقرر أن يجري الرئيس السيسي مباحثات مع أمير دولة الكويت تتناول العلاقات الثنائية إضافة إلى الأوضاع بالمنطقة. خبر آخر من اليوم السابع، وزارة المالية تحدد 1,600,000,000 جنيه لإجراء الانتخابات البرلمانية. كشفت مصادر قضائية أن اللجنة العليا للانتخابات خاطبت وزارة المالية مؤخرا لصرف دفعة أولى من النفقات التي تحتاجها اللجنة العليا للانتخابات للبدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب، وذلك من ميزانيتها التي خصصتها الوزارة والتي تم تحديدها بنحو 1,600,000,000 جنيه، والتي تشمل جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية. وأوضحت المصادر أن ميزانية اللجنة ستنفق على مكافآت القضاء المشرفين على العملية الانتخابية وأماكن إقامتهم وإجراءات التأمين وكتابة الإرشادات لتوعية المواطنين بحقوقهم في الانتخابات ومهمات ومحاضر الانتخابات. نقرأ من جريدة الوطن الخميس، الأوقاف تحتفل بالمولد النبوي الشريف بحضور السيسي. أعلنت وزارة الأوقاف بدء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف غدا الخميس. كل سنة وحضراتكم طيبين. بدأ توجيه الدعوات للحضور، ويحضر الاحتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين ورجال الدولة وعلماء الأزهر والأوقاف. خبر آخر من جريدة الوطن، وزير الدفاع: محاربة الإرهاب لن تثنينا عن المعاونة في بناء وطننا. أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة ستظل في طليعة قوى الدولة الشاملة ملكا للشعب وصاحبة المسؤولية الأكبر في حماية الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، وأن ما نواجهه من تحديات مرتبطة باقتلاع جذور الإرهاب من سيناء ومحاربة قوى التكفير والتطرف لن تثنينا عن المعاونة في بناء وطننا وتحقيق الإنجازات المتلاحقة في مجالات التعمير والتنمية. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بالجيش الثالث الميداني. إلى جريدة الشروق، نقرأ: محلب يتفقد محطة جامعة القاهرة لمعالجة مياه الصرف الصحي ويشيد بالمنظومة البحثية. تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المحطة التجريبية التي صممتها جامعة القاهرة في إطار مشروع بحثي مع إحدى الجامعات اليابانية لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها لمياه صالحة للشرب، كما يمكن استخدامها في الزراعة بعد ظهور نتائج التحليلات النهائية والرسمية التي أكدت صلاحية المياه للشرب. أيضا خبر آخر من جريدة الشروق والري: استئناف الاتصالات مع المكاتب الاستشارية لسد النهضة بعد أعياد الميلاد. قال مصدر مسؤول بقطاع الموارد المائية إن اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي ستستأنف الاتصالات مع المكاتب الاستشارية الدولية بعد انتهاء أعياد الميلاد، مشيرا إلى اجتماعها في النصف الثاني من يناير المقبل لبحث اختيار أفضل العروض المقدمة من 5 مكاتب استشارية بعد اعتذار مكتب آخر لاستكمال الدراسات الخاصة ببناء سد وفق خارطة الطريق التي اتفقت عليها مصر والسودان وإثيوبيا في اجتماع وزراء المياه بالخرطوم في أغسطس الماضي. إلى أخبارنا الرياضية، نقرأ من جريدة اليوم السابع، وزير الرياضة يعرض على محلب تنظيم دورة الألعاب الإفريقية 2019. يعرض المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على مجلس رئاسة الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اليوم الأربعاء ملف استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية، وتنتظر اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين رد وزارة
وزارة الرياضة على التقدم لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية 2019، خاصة أن إدارة اللجنة الأولمبية تلقت خطابا من وزارة الخارجية يتضمن مطالبة اللجنة بموقفها من طلب استضافة دورة الألعاب الإفريقية. من الوطن سبورت، كاف يرفض معاونة مصر في أزمة غانا ويصادر 1.8 مليون دولار. رفض عيسى حياته رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف مذكرة اتحاد الكرة التي طلب فيها وساطته لحل أزمة مستحقات الجبلية لدى الكاف بعد المشاركة في تصفيات كأس العالم 2014 التي تصل إلى 1.8 مليون دولار على خلفية إذاعة التلفزيون المصري لمباراة المنتخب الوطني مع غانا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الماضية بالبرازيل. وجاء ذلك أو جاء رد حياته على المجلس ليقع كالصاعقة، وفقا لتأكيدات أحد أعضاء المجلس أنه سيتم مصادرة المبلغ بالكامل لصالح الشركة الراعية للكاف وقنوات بي إن سبورت القطرية. إلى أخبارنا الفنية، نقرأ من جريدة اليوم السابع، وعز يمتنع للمرة الثانية عن إجراء تحليل الدي إن إيه وزينة حسبي الله ونعم الوكيل. تغيب الفنان أحمد عز للمرة الثانية عن حضور الجلسة التي حددتها مصلحة الطب الشرعي بزنهم بالسيدة زينب له وللفنانة زينة امتثالا لقرار محكمة الأسرة بأخذ عينات منهم لتحليل البصمة الوراثية في قضية التوأم المتنازع على نسب بينهما. وحضرت زينة صباح أمس الثلاثاء إلى مقر مصلحة الطب الشرعي بزنهم لأخذ العينة، لكنها فوجئت بعدم حضور الفنان أحمد عز للمرة الثانية، فقامت بإثبات حضورها. وفور خروج الفنانة زينة من المصلحة علقت على عدم حضور أحمد عز الجلسة الثانية بقولها حسبي الله ونعم الوكيل. إلى جريدة الوطن نختتم خبرنا بالهضبة عمرو دياب، وعمرو دياب يغني لمصر بلاش تبعد ويطرحها للجمهور بداية يناير المقبل. قرر المطرب عمرو دياب إهداء مصر أغنية وطنية جديدة بعنوان بلاش تبعد بعد غياب طويل عن تقديم الأغنيات الوطنية منذ ثورة 25 من يناير التي غنى فيها مصر قالت. والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع شريف مكاوي. من المقرر طرحها على القناة الرسمية لعمرو دياب وفي خدمته الخاصة بالهواتف في 6 يناير المقبل. كده مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية أخبارنا. بعد الفاصل مجموعة متنوعة من التقارير من الشارع المصري، انتظرونا.